اقولها انه كلام الصحفيين يهمها ان توضح موقفها اولا مع برنامج المدرب مع زميلنا ومدير اداره الشيك ودير متابعه انه عندنا قناعه راسها انه هو استهداف لي كمدير مؤسسه عالميه مستقله فتح المجال امام كل الاراء وكل الاصوات وكل التوجهات التي تكون موجوده في الاذاعه هذه وخاصه انه تستهدف لانها اصبحت اليوم من اهم المؤسسات العالميه التي لم تكن بين قطاع الحاجه الاخرى اللي ناكدها انه تضامننا مع هذه الاذاعه هو تضامن مع كل زميلاتنا وزملائنا العاملين في الاذاعه هذه مع كل من اول مدير الى اقل عامل في المؤسسه هذه هم كلهم اليوم مؤدين واحنا اليوم متضامنين مع زميلات وزملائنا في موزاي كفير ومتضامنين مع كل زميلات وزملائنا في مؤسسات عالميه اخرى اللي هي تعاني من صعوبات مع كل زميلات وزملائنا اللي قاعدين يتحاربوا يوميا على قضايا مختلفه اخر مره كانت الحاله مع كل الناس اللي قاعده تتعرض الى انتهاكات الى مظالم الى انتهاك لحقوقهم وانتهاك لحريتهم الجسديه الى انتهاك حقوقهم في المحاكمه العادله هذا موقف نقابه الصحفيين اللي احنا نقعدوا متمسكين به رغم التهديدات رغم الاحالات رغم القضايا المرفوعه ضدنا لانه هذا موقفنا ثابت مش بدل دونك هذه فقط النقطه اللي حبيت ناكد عليها تفتح المجال اليوم امام الاساتذه المحامين هم اللي يحكموا على ملف الزميل مدير مدار بدايه بالصديق والاستاذ عيد الكاسي ومحامي نقابه الصحفيين اللي كلفته بنيابه المدير صديقتنا دليله مصدق صديقنا زميل عبد العزيز الجزيري مرحبا بكم الناس الكل قدامكم الصحفيين يكملوا مدلاتهم وبعد ان شاء الله يطرحوا الاسئله تجاوبوكم عليها مرحبا بكم مره اخرى الدفاع عن مدير عام إذاعة موزايك نور الدين بوتار عاملة ندوة صحفية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين إذن كان تعطينا معناتها تفاصيل الندوة هذه والخلفية هو كما أكد الأستاذ أيوب الأغدامسي اللي كلفته نقابة الصحفيين بالترافع عن زميلنا نور الدين بوتار أكد أنه كان التكليف منذ البداية لو كانت هناك أي تهم خارج العمل الصحفي فإنه نقابة الصحفيين ستنسحب من هذه القضية وبالتالي اليوم جاءت هذه الندوة للتأكيد على أن التهمة الوحيدة الموجهة لمدير إذاعة موزايك وزميلنا الصحفي نور الدين بوتار هي استعمال خط التحرير للإساءة لرأس هرم السلطة وبالتالي اليوم تأكد عدم وجود أي تهمة أخرى موجهة لنور الدين بوتار وكذلك أن التهمة الوحيدة هي استياء السلطة من الخط التحريري الناقد لممارساتها ولسياساتها اليوم وبالتالي هذا معناها زدنا أكدنا من خلال هذه الندوة سواء كنقابة أو كهيئة دفاع أنه معناها تمسكنا بالدفاع على زميلنا وتأكيدنا للرأي العام الوطني أنه ما يرتكب اليوم بحق نور الدين بوتار وبحق قطاع الإعلام ككل هو جريمة لن نسكت عنها وسنلاحق كل من تورط في الإساءة إلى قطاع الصحافة أو في تشويه زميلنا نور الدين بوتار اليوم بان بالكاشف أن هناك يعني العديد من القضايا الأمنية والشهادات الكاذبة الأمنية التي يعني يلاحق بسببها العديد من الصحفيين وحتى الناشطين المدنيين والسياسيين طبعا أكدنا أن هذه المرحلة هي أسوأ مرحلة يمر بها قطاع الإعلام في تونس لكن أيضا أكدنا أننا سنلاحقهم جميعا ولن نسكت عن حق أي زميل تمت الإساءة إليه أو تم إيقافه دون أي شبهة ودون أي تهمة وكانت تهمته الوحيدة هي يعني عدم الانصياع لرغبة النظام في أن يكون الإعلام التونسي إعلام خاضع وإعلام يعني يتخلى عن صفته الصحفية ويتحول إلى بوق دعاية للنظام فقط الأستاذة دليلة مصادق محامية موزايك فام ونور الدين بوتار كما قلنا بعد بكري ونعاودوا تم توجيه تهم للمنوب من غير ما يتوجهوا له بأي أفعال مجرمة هناك تهمة ولا تقابلها جريمة
الوقت هناك توجيه تهمة تبييض أموال وإثراء غير شرعي، ولم يقع مواجهته بأفعال أو معطيات أو أرقام أو أي تصرفات يمكن أن نكيفها على أساس أنها جريمة. لم يجدوا في ميزانية وفي كل المعاملات المالية لمزيك نور الدين أي فعل أو معطى قد يبعث الشك في عدم صحته، بل بالعكس الملف مالي إلا لا ما فيه كان أدلة براءة، تقرير الكتاف لجنة التحاليل المالية اللي هي تهتم بغسيل الأموال وتبييضها قالت ما عنده حتى شيء، لجنة المصادرة قالت جيسيون التسيير خارق العادة وناخذ فلوسنا والدولة تاخذ فلوسها على آخر مليم وفي وقت وعمره ما أخر علينا بحتى فرانكو مدت حتى الوصولات الخلاص. ممثل أملاك الدولة قال ما ثم عنا حتى مشكل مع موزيك ولا مع السيد ذي لا عنا حتى إشكال. مراقب الحسابات اللي تم سبعه ثلاث مرات قدم كل مالية كل عمليات الرقابة اللي عملها على موزيك من ست سنوات قالوا عمري ما حطيت حتى غزاغذ على حتى عملية مالية، وشركة موزيك من أحسن شركات وأنظفها اللي عندي في مكتبي، هذا قالوا بالضبط. كي تقرأ أنت التقرير وشهادة المكلفة من طرف الدولة عن لجنة المصادرة الكل يحكي ويصب في نظافة التسيير وحسن التسيير الكل. إذا لهنا رسالة يعني ما ثماش وثيقة أخرى راهو، ثماش حاجة أخرى خبيناها عليكم، ما ثماش وثيقة أخرى تجي تقول العكس هذايا الكل، ولا تقول لا ثم عملية مشبوهة صارت في النهار هذيك، ولا علاقة مشبوهة بشخص معين، وإلا فلوس غير طبيعية. ما ثماش اختلاف في الشيفر دافير نتاع موزيك إلا في 2020 طاح شوية لأنه الشهر قل وقت هذيك الكونفينمون فقط. إذا اليوم رسالة يعني ياسر يقول ملا علاش تم إيقاف نور الدين بوتار؟ نور الدين بوتار موقوف لأنه رفض الخضوع إلى الضغوطات لتغيير الخط التحريري لميدي شو، لأنه مش من حقه باش يقوم بهذايا، لأنه ليست من أخلاقيات الصحفي اللي احترم نفسه أنه يتدخل في خط تحريري صحفي آخر، لأنه هو يعتبر روحه مدير إداري وليس وكيل على أدمغة وتفكير الصحفيين، لأنه يراقب صحة الخبر فقط ولا يراقب التعليق إلا إذا ارتكب الصحفي أو المعلق خطأ مهني، إذا ثلبة أو كذبة أو أعطى معطيات غير حقيقية أو حاول هو أن يخدم أجندات وقتها يتدخل ومع رئيس التحرير مع هيئة التحرير باش يقولوا له هنا تقف. نعطيكم مثال بسيط، نور الدين بن تيشا كان يخدم معلق في موزيك اف ام 2011-2012 آخر 2012 مشى ولا في نداء تونس، يعيط له مدير المؤسسة نور الدين بوتار يقول له أخيرك بين العمل الصحفي وبين العمل الحزبي، يا تقعد في الراديو وتستقيل من الحزب وما تدخلش الحزب يا ما تمشي الحزب. واستقال وقتها نور الدين بن تيشا ومشى على روحه، وقتها جاء زيد كريشان كان على ما أعتقد. على كل حال هذا عطيته مثل باش نقول لكم حرصه على استقلالية خط التحرير. حكيتوا ايضا قلتوا انه مداخيل مؤسس موزيك هي واضحه معلنه ومكشوفه، وقلتوا زادوا انه موزيك قلتوا انه موزيك توفر لخزينه الدوله اكثر من 100 مليار. نعم، لانه موزيك تخدم 150 موظف بين عمله وموظفين وتقنيين وصحفيين ومراسلين، العمل نتاعها الكل يتم دفع السي ان اس اس نتاعهم بالوقت، يتم دفع الاداءات نتاعهم بالوقت، الارباح بين السي ان اس اس ولي زامبو والاداءات على الارباح والارباح اللي تحققها الدوله لانها شريكه، فانه المبلغ الجملي يفوق 100 مليار اللي تحصلت عليه الدوله من 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 موزيك من 2011 لليوم. محامي من ضمن مجموعه محامين ل نور الدين بوتار، وجودنا اليوم أنا معناه وهذا اللي نأكد عليه هو لتفسير وتوضيح البعد القانوني للوضعية اللي يعيشها واللي يمر بها نور الدين بوتار، يعني ما هي التهم التي وجهت إليه وهل تستقيم ولا لا.
بينا كيفاش انه هذه هي التهم فقط باش الناس ما خاطر تسمع الحديث، وهذا هو المجتمع كي تغيب فيه المعلومه، وهيك هو علاش نقولوا المعلومه هامه باش تدحض العديد من الاشاعات والاقاويل والترهات. هو وجهت له تهمتي، تهمه تبييض الاموال وتهمه الثراء بدون سبب، وتهمتي لا تستقيم قانونيا باعتبار لا تهمه تبييض الاموال تمكن لا قلم التحقيق ولا البحث ولا للدعوة أنها تؤكد على أي ركن من أركان هذه الجريمة، ولا كذلك في الإثراء بدون سبب، لأنه كل أمواله تبين منين مصادرها وكيفاش وعلاش وكيفاش كانت تحترم. فلم مثلا ما قالوناش راه سيدي تاجر في العقارات، وانت كتاب تاجر في العقارات راك تبيع في عقارات بسوم ما هوش ثمنه الحقيقي، وبالتالي انت تحب تبيض. لا، هو ما مباشره مقاو عنده كان مساله تسيره لموزايك ومداخله موزايك، وكانت متقابله الى حدود اللحظه الراهنه. كل ما طلبته من تسخير التحقيق والنيابه العموميه هو تم الاجابه عليه من الجهات اللي تموا تسخيرهم لها، وجابت في صالح نور الدين مش ضده، وبالتالي حتى الرجل كرجل اعلامي ياخذ حقه ونوضحه وضعيته. كنا في هذه الندوه بينا هذه الوضعيه القانونيه. قلت انه معناتها اسباب الايقاف واسباب ايداعه بالسجن هو على خلفيه الخط التحريري للمؤسسه. لا، انا اللي نعود نقول وأنه الوثيقة التي انطلقت بها جاء فيها الذكر خط التحرير، ولكن على الأقل في اللي حضرت فيه هنا أمام التحقيق لم يتم التطرق إلى الخط التحريري نهائيا، ولكن كذلك لم يتم توجيه أي جريمة لنور الدين بوطار. وهيك علاش نتسأل توا موقعه في السجن الواش علاش؟ إذن هو مش على خاطر التهم اللي وجهت له تولي. اذا انتم كهيئه اعطونا مسار القضيه وين تتوجه القضيه، خاصه انه توا في التحقيق ما زالت بعض التسخير مش تجي، مش نعاودوا نتحظوها، ما قدمنا مطلب افراج ومش نستانفوه، مش مشوا لدائره الاتهام. وفي الامور القانونيه سنستعمل كل ما يمكنه لنا القانون من ان ندافع على حقوقه ونبينوا الظلم الذي تم توجيهه والتعريض عليه نور الدين بوطار. الملف اليوم قدمنا انه هو ملف عاري من كل ما له علاقه بالاجراءات القانونيه والقضائيه. الملف ما لقينا فيه تهم، ولكن ما لقيناش فيه وقائع ماديه تشكل الركن القانوني لهذه التهم، ما لقيناش افعال مجرمه، فبالتالي قلنا انه ما ينجم يكون كان ملف سياسي هذا من المظهر الخارجي بتاع الملف. وحتى كي نتعمقوا ونطلعوا على الوثائق نلقاو اللي هي الحقيقة فيها معطيات مغلوطة، معطيات كاذبة قدمها الأمن لوكيل الجمهورية اللي خلاه يفتح بحث. المعطيات هذه متعلقة برقم معاملات متاع إذاعة موزايك لا أساس له من الصحة. إذا المعطيات هذه خليته يفتح بحث، قلنا أنه مثالش عندهم الحق في البحث، لكن قدموا لكم ما يفند المعطيات هذه ويصححها. كي قدمنا لهم الأرقام الصحيحة والسليمة قالوا نزيدوا نستدعاو مراقب الحسابات، نستدعاو الاداره المكلفه بالاملاك المصادره، لانه الدوله تملك 13% في اذاعه موزايك وتحق في ارباح طائله منها، نستدعاو وزاره الماليه ونشوفوا. هذا من الكل كي جاوا كانوا ينتظروا انهم باش يلقاو فيهم ما يورط المنوب، الا انه بالعكس لقاو مؤسسه الدوله هذه اللي شملها البحث وتسمعوا كشهود الكلهم يبرؤوا في اذاعه موزايك ويبرؤوا في المنوب وقدموا ما يفيد انه المحاسبات هذه سليمه، وانهم ياخذوا في حقهم كدوله شريكه ب 13% تاخذ في ارباح ما تقارب 400,000 دينار و 500,000 دينار سنويا. الدوله اتضح وانها من 2011 الى يومنا هذا مدخله ما يقارب 100 مليار من اذاعه موزايك، يعني هذه كل ارباح وسط للدولة من خلال من مختلف الإدارات من الأداءات للصندوق الضمان الاجتماعي، الكلها تؤكد سلامة المعطيات اللي قدمناها وبراءة الذمة متاع المنوب. لأن رغم هذا نلقاو اللي قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع والمنوب أدعو في السجن. علاش؟ لأنه فقط الملف تضمن أنه خط تحريري يقع استغلاله من طرف المنوب لتأجيج الأوضاع والإساءة لأعلى هرم في السلطة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وهذا بطبيعة الحال ما نجموش يوجهوه في التهمة
تهمة رئيسية ورسمية بالقانون، لكن لهم العمود الفقري نتاع الملف هو هذا، وزينوه وغلفوه بالتهم تاع طبيب الأموال والإفراء غير المشروع.